كيفكم؟ أنا اليوم غيرت المكان لأني أبغى يعني أكون في مكان كذا مرة professional جدي أكثر، لأن موضوع اليوم مرة مهم. ولكن قبل ما أدخل في الموضوع، إذا ما سويتوا سبسكرايب please سووا سبسكرايب. فواحدة من بنات سألتني على البث، إذا ما تعرفوا أنا أسوي بث كل جمعة الساعة 9 مساء. فسألتني واحدة من البنات إيش نصيحتك للمراهقات؟ فأنا اليوم جلست أفكر، جلست أتذكر كيف كانت يعني مرحلة المراهقة بالنسبة لي، وإيش الأشياء اللي يعني أتمنى أحد قال لي إياها، بس كانوا كل اللي حولي يعني مرة ما كانوا فاهميني كانوا كل شيء يعني كل شيء كانوا يحطوه في المراهقة إنه ها هي مراهقة. لا، مو كل شيء يعني بسبب المراهقة. هالمرحلة انتي جايتك ضغوط من جميع الجهات، من المدرسات، من الأهل، من الأقارب، من المجتمع، من الميديا، من كل مكان. كذا الناس يعني كلهم يقولوا لك انتي لازم تكوني كذا، انتي لازم تكوني كذا. انتي يبدأ يصير عندك رأيك الخاص، وإذا كان رأيك مختلف عن الناس يا كسر الردود السلبية اللي تجيكي. انتي مشاعرك مهمة، ليش تزعلي وليش تبكي وليش تنقهري؟ لأنه الناس اللي حولك كلهم يبغوا منك تكوني شيء ما هو أنتي، خاصة في هذا العمر، لأنه أنتي ذا العمر أنتي يبدأ يصير عندك شخصية، فتحسي أنك يعني في صراع، ما أنت عارفة تبغي ترضي الناس كلهم، تبغي ترضي أهلك، تبغي ترضي صديقاتك، تبغي تكوني يعني جزء من المجتمع، تبغي تكوني جزء مع جروب صحباتك، فما تبغي تحسي يعني أنك لحالك. فأهم شيء يعني اللي أنا بقول لك إياه إني أنا ما ألومك أبداً. أنتي يعني أكيد يعني تحسي بضغط كثير، وإنك أنتي يعني بنت قوية جداً، فلا تخلي أصوات الناس اللي حولك تأثر فيكي. وهذا يجيبني للنقطة الثانية سميتها أنا التنفيس. لازم تطلع اللي في نفسك، أوكي؟ لأنه هالمرحلة زي ما قلت مرحلة يعني ممكن تلاقي فيها ضغوط، تبغي يعني تنفسي أو تطلعي الغضب اللي بداخلك، الزعل والحزن بطريقة صحية. ففي أشكال كثيرة تطلعي فيها مشاعرك. بالنسبة لي كيف أنا يعني عبرت عن نفسي، قلت أجرب يعني أي هواية وأشوف إيش يعني الشعور اللي تعطيني إياه وهل يعني تساعدني. ف أنا جربت الرسم، طبعاً الرسم من صغري أنا أحب أرسم، وطبعاً أغني وأكتب في مذكرات كان عندي. هذا شيء من جد مرة مرة مهم، وأنا يعني من جد أنصح فيه إنك تجيبي مذكرات، يعني حتى لو فيها مفتاح كمان يصير أحسن. طلع اللي في نفسك، تكتبي، تعبري عن نفسك، خواطر، طلعي مشاعرك كلها وكل الأفكار والتشويش اللي هنا حيصير عندك، أصوات الناس اللي تزعجك تقولك أنت لازم تكوني كذا، أنت لا كذا، أنت كل هالأزعاج كله تطلعي وتكتبي على الورق، وتحسي براحة من جد، راحة نفسية كويسة. وإذا ما عندك هوايات جربي أشياء جديدة، جرب الكتابة، جرب الرسم، ولا تستسلمي على طول. ترى يعني ما في شيء من البداية يكون ممتاز، لازم تبدأي عشان توصلي، لأنك ما رح تعرفي إذا ما جربتي. ابدأي شيء واحد، جربي، ما عجبك جربي شيء ثاني، ما عجبك جربي شيء ثالث، وبعدين لا تستسلمي على طول، كملي، حاولي المرة الثانية الثالثة حتكون أحسن وأحسن، فلا تستسلمي. وزي ما قلت المذكرات مرة مهمة، لأني أنا إلى اليوم أستخدم المذكرات. بعض المرات أجلس وأكتب إيش صار لي اليوم، اليوم صار كذا وكذا وكذا، أنا اليوم إيش شعوري، حزينة، فرحانة، طب وليش، إيش اللي حزنني اليوم. تصيري reflective، طالعي إيش الأفكار اللي تيجي عندك في اليوم، تفكير السلبي اللي لازم تغيري. طيب النقطة الثالثة الأمل. زي ما قلنا لا تستسلمي، صح؟ فلا تستسلمي عن الحياة، خلي دائما يكون عندك أمل إنه كل شيء حيكون كويس، حتى لو يعني ما تشوفي أي طريقة أي حل، كل تحس إنه كل الأبواب مقفلة في وجهك، يعني خليكي إنسانة متفائلة. فحاولي دائما إنك تفكري بطريقة يعني فيها تفاؤل،
بس ما باك يعني تنكري مشاعرك. ولما حسيتي بالحزن لا تقولي أوف أنا لازم ما أحزن، أنا لازم أكون فرحانة طول الوقت مبتسمة كذا. لا مو لازم، عادي إذا أنت حزينة طلع البكاء اللي فيك، طلع الألم، لا تخليه جوا في داخلك كذا يعني يتعبى وبعدين يوم تنفجري. إحنا إذا نبغى الناس تحترم مشاعرنا إحنا لازم نبدأ نحترم مشاعرنا. إذا حسينا بحزن نحترم هالشعور، نحترم إنه أوكي أنا الآن حزينة خلاص بأبكي. هذه طريقة من التنفيس كمان، وهذا كمان يجيبني للنقطة الرابعة اللي هي المصادر. اتعلموا وابحثوا معلومات، أشياء تساعدكم في هالمرحلة. وزي ما أنتوا الآن على اليوتيوب وتتفرجوا على الفيديو نفس الشيء، يعني لا توقفوا العلم بس في المدرسة، في مصادر ثانية أكثر غير المدرسة، في مصادر اللي هي الكتب، الأفلام، الموسيقى، لأنه هالشيء راح يعني يعرفك عن نفسك أكثر. لأنه إحنا في هالمرحلة نكتشف إيش اللي يعجبنا وإيش اللي ما يعجبنا، نبني شخصيتنا. فبدال ما نسمع كل الناس يقول لا أنت لازم تكوني كذا، لا هي لازم تكون كذا، لا بس هي لازم كذا، أنت تقدر بنفسك تقرري إيش اللي أنت مقتنعة فيه وإيش اللي كذا جوا بداخلك يقول لك إنه صح، هذه أنا، هذه شخصيتي، هذا الشيء أنا أحبه، هذا الشيء أنا ما أحبه، هذا أنا أرتاح له، هذا ما أرتاح له. أنت اللي تقرري، مو أي أحد في الدنيا يقول لك، أنت. أوكي. وكمان النقطة الخامسة اللي هي الأصدقاء. فأنت لازم تختاري صديقات من جد يهتموا مشاعرك، يحترموكي، ما يأذوكي، ما يقولوا عنك كلام، ما يكذبوا. دائما خلي عندك صديقات كويسات، لأن الصديقات الكويسات هذول من جد راح يفيدوكي لما تكوني يعني في حزينة. الصديقة الكويسة تسمع لمشاعرك وأبدا ما يعني تحكم عليكي ولا تقولك أوف أنت كذا، ولا تتريق عليكي ولا تضحك عليكي، لا أبدا. وحتشوف الفرق وحتشوفي مين الصديق الجيد واللي ما هو جيد. لا تخلي ناس حولك يحبطوكي، دائما حاول انك تحيطي بنفسك بناس يعني يعطوكي شعور حلو. ونقطة رقم 6 هذه يعني مرة يعني انا احبها، هذه حاجة انا احب اسويها يعني كل فترة وفترة، انا اسميها visualization. انك ترسمي خطة لأحلامك. تقدر تسوي لك مثلا vision board وتحطي فيها صور الأشياء اللي أنت تحلمي فيه، مستقبلك كيف أنت تشوفيه وإيش تتمني يكون فيه، حتى لو هي بس أحلام وتحسي أنها يعني مستحيلة، ما في شيء مستحيل. تبغي يكون عندك مثلا بيتك الخاص، حطي بيت. تبغي يكون عندك بابي، حطي صورة بابي. تبغي تكوني مثلا فنانة عالمية، اللي تبغي حطي في الفيجن بورد وتخيلي، تخيلي هالحياة اللي انت تبغيها وفين تبغي تكوني. في اشياء كثير كنت احسبها مستحيلة، ولكن هالتفكير اللي مستحيل مستحيل هذا تفكير محدود. انت ما تبغي تعيشي حياتك بتفكير محدود، بالعكس في اشياء كثير في هالدنيا تقدري تسويها اذا بس تحطيها في الفيجن بورد. اذا بس تقدري تحلميها تقدري تحققيها. يعني انا وانا صغيرة كنت دائما احلم اني اصير مغنية كذا، اني اغني في المسرح، وكنت دائما كل ما احلم اقول يا سلام، بعدين اتذكر اني انا السعودية وكذا عطل احزن وكذا احس قلبي يتحطم. ولكن شوفوني انا الان غنيت يعني في اماكن كثيرة، وسويت يعني شوز في دبي وشوز في امريكا وعلى المسرح، ومع اني يعني كلي خوف وما عندي احد، ما حد يجي يشجعني ويوقف ويقول لي يا لينا يلا، ما كان عندي أحد وسويته. اللي تحلمي فيه مهما كان تقدر تسوي. أوكي. ونقطة 7 اللي هي لازم تكوني صديقة لنفسك. هذا الشيء أنا كمان أخذ مني شوية وقت أني أتعلمه. أنا أنصح أنك
لما تطالع في نفسك في المراية اعطي نفسك على الأقل مدحة واحدة على الأقل. يكفي يكفي اللي حولك كلهم يعني قاعدين يحبطوا فيكي، يكفي في هالمرحلة الضغط اللي يجيكي من جميع الاتجاهات، يكفي. ليش حتى انت كمان تحطي ضغط على نفسك زيادة؟ ليش؟ صح؟ فخليكي انت صديقة لنفسك. اذا مو انت، مين؟ مين راح يكون صديق معاك اذا انت ما صرتي صديقة لنفسك اول؟ ف يعني كذا شجع نفسك، قولي انا قوية، انا شجاعة، انا ذكية، انا جميلة، انا طيبة، انا عطوفة، انا حنونة، انا راضية، انا هادية، انا مرحة. قولي هالكلام الايجابي، ذكري نفسك انت مين. وبهال يعني الكلمات الايجابية راح ترفع من نفسك وراح حياتك تتحسن. زي ما يقولوا ابتسم للحياة والحياة تبتسم لك. اوكي انكي مو على طول لكن حتبتسم لك، اوعدك اوعدك. شوفي انا وين وصلت، انتي رك تقدري كمان توصلي. اوكي احس ان مرة طولت الفيديو. المهم هذا هو كان فيديو اليوم، ان شاء الله استفدتوا منه، يعني سويت اللي اقدر عليه. اذا تبغوا زيادة اقدر اسوي فيديو ثاني، بس قولوا لي انا مستعدة. اذا عجبكم لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب، كمان زر الجرس، وعندي باتريون اذا حبيت تدعموني، الرابط في الاسفل. اشوفكم في البث، لا تنسوا كل جمعة الساعة 9 مساء توقيت السعودية. اوكي يلا باي باي يا حلوين.